الدكتور البلتاجي بيقول ان هو لم يتعرض، الحمد لله الحمد لله يا رب، لم يتعرض لاي انتهاكات، لم يتعرض لاي اعتداءات. كان في انباء ان هو تحدث للصحافه الاجنبيه وقال ان هو تعرض لانتهاكات واعتداءات، وبالفعل على اثر ذلك السيد حافظ ابو سعده والمحامي سامي صبري طلبوا وتقدموا ببلاغات وطلبوا الكشف الطبي والتاكد من مدى تعرض قيادات الاخوان لاي انتهاكات لاي اعتداءات عليهم. متضايقين من حاجه، زعلانين من حاجه، حد ضايقهم، حد تعرض ليهم جسديا زي ما اشيع، لكن هم بيقولوا ان هم الحمد لله صحتهم كويسه جدا، لم يتعرضوا لاي شيء، بل ان هم بيقضوا في السجن في الزنازين احلى لحظات العمر. يعني بلتاجي النهارده على موقع الحريه والعداله بيقول ان هو بيقضي احلى لحظات العلم وعمره. قال لك غاظهم ان نتحدث عن السكينه والطمانينه من داخل السجون، فاخترعوا حديث الانتهاكات ليشغلوا اهلنا قلقا علينا، غاظهم مش عارفه ايه، واحنا بنقول لهم ان احنا بنقضي في السجن احلى لحظات العمر، خلوه ومناجاه وذكر ودعاء وتلاوه، وان احنا سعداء جدا. انا اتمنى ليه كل السعاده، يعني حقيقة أتمنى ليه كل السعادة، وأنا مش عايز أحرمه خالص، محدش فينا عايز يحرمه من أحلى لحظات العمر. أرجو أن تقضي كل لحظات عمرك، يعني بالقانون الحقيقة، أحلى لحظات عمرك جوه. يعني أتمنى أن أنت وقيادات الإخوان كلها تقضوا كل أجمل لحظات العمر داخل الزنازين، وده يريحنا يا أخي، ريح واستريح.